شكرا أنسام. بالفعل النباتات الداخلية تضيف عنصر جمالي إلى المنزل، كذلك تعطينا الأكسجين، تقرير جدا جميل استمتعنا فيه مع الزميلة أنسام الخلف. مشاهدينا، ما زلنا في درجات الحرارة والأمراض الجلدية. كلنا نعرف الأمراض الجلدية أو أن الجلد هو نقول خط الدفاع الأول للجسم، ويتعرض الجلد خلال الجو الحار إلى كثير من المشاكل. لكن كريمات الوقاية راح يكون هو اليوم موضوع حديثنا اليوم مع الدكتورة زينب. كيف نحافظ على بشرتنا عن طريق استخدام الكريمات اللي تناسبنا؟ نرحب في البداية في دكتورتنا زينب أكبر، اختصاصي الليزر والتجميل والأمراض الجلدية لدى الأطفال. صباح الخير يا دكتورة، وحياك الله معنا في برنامجنا. أهلا، صباح النور. أهلا، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. حياك الله. في البداية دكتورة، حابين نتطمن عليك ونعرف وضعك الحالي، خصوصا أنت حاليا في كندا، وشو الأجواء عندكم في ظل جائحة كوفيد 19، وأيضا حابين نعرف التخصص اللي حابة أو اللي قاعدة تخصصين فيه في كندا. والله الأمور الحمد لله الحين أحسن، مستقرة، يعني فتحنا العيادات حق الحالات اللي غير طارئة، الديرة بدأت تفتح شوي شوي، بس طبعا يعني ماخذين الحذر وحاطين يعني عين الاعتبار التباعد الاجتماعي، ونتبع الشهادات طبعا وزارة الصحة هنا اللي موجودة مونتريال، بس سو فار يعني الحمد لله الأمور مستقرة الحمد لله. وعلى طاري تخصص، أنا هذه ثاني سنة لي قاعدة أتخصص ليزر وتجميل الجلد، وقبلها الحمد لله خلصت تخصصت أمراض الجلدية لدى الأطفال. أي نعم، بالتوفيق يا دكتورة. وشيء جميل نشوف بنات الكويت ما شاء الله يعني قاعد يدرسون تخصصات، وباكر تثرون إن شاء الله دولتنا الحبيبة في هذه التخصصات. طيب دكتورة، أكيد أنت ما نسيتي جونا، وأكيد ما نسيتي ارتفاع درجات الحرارة اللي نعاني منها كل سنة. ما نسيت. حابين شوي نتكلم عن واقي الشمس، ما هي أنواعه وشنو وظيفة واقي الشمس الأساسية؟ زين، طبعا هو واقي الشمس هو وظيفته الأساسي انه يعطي عازل. شلون يعني يعزل الأشعة ما فوق البنفسجية اللي هي الأشعة الخطرة من ان هي تحوش الجلد. احنا ليش نحتاج هالشيء؟ يعني هو مشكلة الأشعة الضارة شلون تأثر على جلدنا، ان اول شيء ممكن تسبب تصبغات خصوصا للناس اللي عندهم قابلية، تكون لون بشرتهم ما بين المتوسطة الى الغامجة، ممكن تسبب نمش. فوق هذا ممكن تكسر الكولاجين فتقدم شيخوخة الجلد. والشيء اللي طبعا وايد خطير هو انه ممكن تسبب سرطان في الجلد. والناس اللي لهم قابلية حق حب الشباب ممكن تهيج عندهم حب الشباب، ممكن تنشف البشرة، فالناس اللي عندهم اكزيما ممكن تهيج عندهم الاكزيما. ومثل ما تدرون في ناس اصلا عندهم حساسية من الشمس، فمجرد ما يطلعون بالشمس يصير عندهم طفح جلدي. فعشان كذي وايد شيء مهم ان نستخدم واقي الشمس. يعني اي نعم. طيب في وقتنا الحالي مع درجات ارتفاع درجات الحراره واشعه الشمس، هناك نقول السوق مليان في انواع متعدده من واقي الشمس، كيف نقول اميز واقي الشمس المناسب للبشره الدهنيه او البشره الجافه وايضا البشره المختلطه؟ انزين، احنا اول شيء لازم نميز ان عندنا كذا نوع من واقي الشمس. نعم، عندنا واقي شمس فيزيائي هو وظيفته انه يعكس ضوء الشمس ما فوق البنفسجية لما تحوش البشرة، وعندنا واقي الشمس الكيميائي هو شنو يسوي؟ يحول الأشعة الخطرة عن وسيلة كيميائية الى حرارة. نعم، اللي تتخلص منها الجلد شوي شوي. هذا اول فرق يعني عندنا. يعني بعدين ان يكون طبعا في انواع حمايه تكون تتميز بتركيباتها، مثلا عندنا واقي شمس سبراي، عندنا واقي شمس كريم، عندنا واقي شمس لوشن، عندنا جل، عندنا اويل. فاحنا اول شيء لازم نميز ان في عديد من الانواع. لما ني احنا ننقي واقي شمس، اول شيء بس بحب اقول لكم ما في شيء اسمه احسن واقي شمس، احسن شيء اللي انت قاعد تستخدمونه ومرتاحين. لا، في حالات معينة احنا نقول مثلا الحامل والمرضعة والأطفال ننصح بالواقي المعدني أو الفيزيائي. ليش؟ لأن في دراسات طلعت على أساس أن واقي الشمس الكيميائي ممكن يدخل مسار الدم،
لكن تكون نسبة بسيطة، ودراسات صراحة ما سووها على مدى طويل عشان يكتشفون شنو آثارها الجانبية على الجسم. فبالعكس منظمة الغذاء والدواء انصحت أن نكمل نستخدم واقي الشمس من رغم أن لقوا واكتشفوا هالشيء. فبس نفضل أن أساس أن نتجنب، أن لأن ما ندري يعني شنو آثارها على مدى بعيد، ننصحهم بواقي الشمس الفيزيائي. الفيزيائي نعم، حق الحامل وايضا حق المرضع. حق الحامل والمرضع والاطفال. نعم. لكن مثلا لما تجين تقولين ان انا عندي ورديه او بشرتي حساسه، هني هم انصح بالواقي الشمس الفيزيائي. اما متى انا اقول لك انصحك اوكي اتجهي الى الكيميائي؟ اذا تقولي لي مثلا انا ابي اسبح او اتعرق اسوي رياضه مثلا outdoors ونسبة التعرق عندي عالية، بهالحالة أقول لكم استخدموا الكيميائي، لأن مشكلة الفيزيائي بسرعة ممكن يروح مع الماء. وبعدين إذا تقولي لي مثلا أنا أفضل أن يكون الواقي الشمس اللي أستخدمه شفاف تماما، بهالحالة أوجه المريض حق الواقي الشمس الكيميائي، لأن الفيزيائي يكون عادة فيه لون شوية مايل إلى أبيض. نعم. طبعا المركبات الجديدة اللي سووها نانو بارتيكلز قروا الحبيبات، فصارت أكثر مايلة إلى الشفافية. بس إذا يبون شفافية تامة أفضل أنصح حق الكيميائي. نعم. طيب دكتورة، يعني بعض البشرات تعاني من حساسية من واقي الشمس، شو تنصحينهم اللي عندها من نفس المادة الموجودة أو التركيبة الموجودة في الحماية تسبب حق البشرة حساسية، تزيد عندها تصبغات نفرض، أو يتفاعل مع أشعة الشمس وتعطيها نتيجة عكسية، شو نصيحتك لهم؟ أوكي، أنا بقول لك نقطتين هنا. أول نقطة، أنا لما تنقين مثلا عندك حساسية، لما تنقين واقي الشمس لازم تلقين مكتوب عليك فريجرنس فري، خالي من العطور، بارابين فري. هذه المواد اللي ممكن تسوي حساسية في الجلد من واقي الشمس. فدائما نحاول ان نلقى هالكلمات موجوده على واقي الشمس اللي ننقيه. كذلك اللي عندهم حب شباب ينقون نون كوميدوجينيك، ما يسكر المسام. فهل الاشياء تكون المصطلحات مكتوبه على واقي الشمس مره؟ عشان كذي هم اضيف ان الناس اللي عندهم قابليه حساسيه انصحهم بالواقي الشمس الفيزيائي، لان الفيزيائي بس مادتين، تيتانيوم دايوكسيد وزنك اوكسيد، ونادر ان يسببون حساسيه للجلد. فهذا اللي انصحهم فيه. وعفوا سالتيني سؤال ثاني بعد، ان يعني مثل ما تفضلتي هو الواقي الشمس بعضهم يعاني منه يسبب له حساسيه، بقع نفرض. صح، البقع. انزين، زين نشيك طاري هالموضوع، لان في دراسه طلعت جديده الحين ان حق الناس اللي عندهم كلف او معرضون للكلف نفضل وننصح ان ياخذون واقي شمس في لون، وبالاصح يقرون كلمه ايرون اوكسايد عليها. ليش؟ لان لقوا ان الناس اللي يعانون من الكلف ممكن اللي يزيد سبب الكلف هو الضوء المرئي، الضوء اللي احنا نشوفه بعيننا. فماكو شيء ممكن يعزل هذا الا الواقي الشمس اللي يكون فيه لون، بالاصح ماده الايرون اوكسايد. فلما نيون ينقون واقي شمس يفضل ان يلقون هالمنتج مكتوب فيه. نعم دكتور، تكلمت عن اشعه الشمس، هناك أشعة فوق البنفسجية وأيضا هناك أشعة تحت الحمراء، أيهما أشد ضررا على تصبغات الجلد؟ طبعا تصبغات الجلد احنا نحاتي اكثر شيء اليو في اي، اليو في بي اكثر شيء، اللي هو على مدى قصير يعني هو فوق البنفسجية، نسميهم تحت فوق البنفسجية. على التصبغات هي اكثر شيء ممكن تسبب تصبغ، بس ترى حطوا بالكم هي يعني كميتها مو عالية يعني باليوم اللي نشوفه. أكثر شيء نشوف اليو في اي اللي هو يعني يميل حق الحروق، وهم يسبب تصبغات بس مو نفس اليو في بي. فعشان كذي أنا دائما أوصي وايد حق التصبغات، إن لما يجون ينقون كلمة broad spectrum يغطي يو في اي واليو في بي، وينقون كلمة iron oxide يغطي ضوء مرئي. نعم. طيب دكتورة، ماذا عن استخدامه؟ يعني يقال كل ساعتين يجب أن تجدد كريم الوقاية من الشمس، هل هذه الطريقة صحيحة؟ طيب اللي حاطة ميك اب والميك اب قاعد على وجهها ساعات طويلة، يعني صح صح كلامك، أتفهم لما يجي المريض يقول لي يعني مو معقولة بقعد أحط الحماية كل ساعتين. شوفي أخوة، أنا راح أقول لكم عن الطريقة الصحيحة واللي أنا أنصح مرضاي فيه. ممتاز. طريقة صحيحة في استخدام واقي الشمس، أول شيء لازم تعرفونه إحنا ما نتكل على واقي الشمس بروحه كحماية من الشمس. لما أنا أقول حق المريض لازم تحمي نفسك من الشمس، أنا قصدي
كابوس، قصدي هدوم فيها SPF، قصدي انك تتجنب انك تقعد بالشمس ومع هذا تحط واقي الشمس. انزين، لما يقول لي زين شلون طريقة استخدامي حق واقي الشمس، اول شيء اقوله انه لما نحط واقي الشمس لازم تركزون، هذا حق طبعا الحريم وحق هم انا اقول حق الياي، ان تحطون منطقة الوي والايد ومنطقة الرقبة، الاماكن اللي تبين عليها الشيخوخة طبعا، وتبين عليها هم العمر يعني. وفوق هذا ان تحطونه ربع ساعة الى نص ساعة قبل لا تطلعون برا على اساس انه تمتص الجلد. لكن حطي ببالك مع هذا ان الحين حماية الشمس الجديدة اكثرهم تمتصها الجلد بسرعة، فيعني مو دائما نحتاج هذا النص ساعة، فربع ساعة يكون كافي. نعم طيب لما تفضل دكتور كملي. اي بعدين لما ني ونقول حق المريض الحين انت حطيت واقي الشمس وطلعت، نعم انا متى اي احرص على المريض يحط كل ساعتين ثلاث ساعات؟ صراحه حق المرضى اللي قاعد يسبحون او المرضى اللي قاعد يعرقون، اللي ما قاعد يعرقون ما قاعد يسبحون اقول لهم ما في مشكله، يعني ترى ما راح يروح النتائج او ان ايش كثر هو راح يحافظ علينا من الاشعه الضاره، ما راح يروح يعني الا اذا مثلا كنتوا قاعد تعرقون او تسبحون. والمرضى اللي حيل حريصين او عندهم كلف، ترى في الحين يعني وايد حمايات على شكل باودر، يعني يكون اخوه من بارت اوف المكياج يعني اليومي. فانت لما تنتين تردين تحطينه تطلعينه من الجنطه وتحطينه كانك قاعد تحطين باودر، فيكون وايد سهل انك تحطينه كل ساعتين الى ثلاث ساعات مثلا. اي نعم. وطبعا لما تجي الحمايه دكتوره نفس استخدام الكريم بالضبط، نفس الاستخدام نفس الحمايه. وبعدين لما ننقي واقي الشمس، وايد نقطة مهمة نسيت أذكر لكم إياها، إن منظمة الغذاء والدواء حرصت على لما ننقي الرقم، ننقي الرقم 30 وما فوق، اللي هو 30 أضعاف يعني إيش كثر تحمي جلدنا واقي الشمس، 30 أضعاف من ما لو ما حطينا واقي الشمس. ليش أنا أقول لكم 30 وما فوق؟ طبعا لما تين تحطين واقي الشمس، ترى هو الايديل المثالي إن تحطون قفشة شاي، هذه الكمية اللي تحتاجها وجهكم كله. أنا ما أتوقع كل المرضى يحطون الكمية هذه، فما نوصل الكمية الصحيحة. فأنا شخصياً عادة أقول حق المرضى اختاروا 50 أو 60، لأن لو أقول لهم 50 ما رح يحطون الكمية الكافية عشان يوصلون ال 50، رح يحطون نفس الكمية فبالنهاية رح توصل إلى 30. لكن دراسة سووها ب 2019 عشان يبي يقارنون، لو مريض حطوا له نص جسمه رقم 100 ونص جسمه رقم 50 وقالوا له تعرض للشمس من مدة الساعة 12 لساعة 3، لقوا أن اللي حاط بالرقم الأمية ما يحط بالرقم. فالمرضى اللي ناويين يتعرضون الشمس بشدة ممكن حتى أنصحهم بالرقم الأسبية. اي نعم. طيب دكتوره، استخدام واقي الشمس مقصور نقول على البالغين، ولا ايضا اقدر استخدمها حق الاطفال، ومن اي عمر اقدر استخدم واقي الشمس حق طفلي او حق طفلتي؟ سؤال وايد مهم، لان انا مثل ما تدرون انا متخصصه بجلد الاطفال، فوايد احرص على كل الامهات اللي يجوني الاعمار اللي 6 اشهر وتحت، الدراسات ما في كافيه عليها ان احنا نستخدم واقي شمس انه هو يكون امن. فأنا أنصح حتى على الدراسات، منظمة الغذاء والدواء أنصحت على أن نبلش واقي الشمس من 6 أشهر وما فوق. لكن مع ذلك إذا بتطلعين طفل أقل من 6 أشهر برا بالشمس، طبعا أكيد ما رح تعرضين لكميات عالية، لكن تأكدون كثر ما تقدرون أن في كابوس ومغطينا وحاطين عليه مثلا الهدوم اللي تكون عازلة للشمس، فندير بالنا لأن الحقوق بهالعمر تكون شوية يعني شديدة على البشرة، والبشرة تكون حساسة بعد أيضا. بالضبط علي شنور، تكون حساسة بس من 6 أشهر وما فوق، وطبعا الاختيار يكون واقي شمس فيزيائي. نعم. طيب دكتورة، الحين حزت بحر والكل حاب أنه يتشمس، البعض من باب التان والبعض الآخر من باب المتعة ونقول والترويح عن النفس. طيب هناك حروق جلدية قد تصاب الجلد أثناء تعرضه إلى الشمس، بعض هذه الحروق يروح أثرها وبعض الحروق هذه تتم على المدى البعيد. طيب العلاج اللي مجرد إذا أحد تعرض إلى حرق، سواء كان حرق منزلي أو كان حرق بحر، شنو تنصحينا كخطوة أولى استخدام العلاج المناسب؟ انزين، طبعا مثل ما تدرين أن في حروق تصير ما بعد
فترة اللي الواحد يحاول أنه يسوي تان أو يقعد تحت الشمس. في حروق تصير اللي هي خلال ال 2 يعني قولي 24 ساعة ل 72 ساعة. هذه تكون اللي هي الشديدة المؤلمة، ممكن يصير في فقاعات فيها ماء، ممكن الجلد يورم، يكون احمرار شديد، مجرد ما أنه حتى أنه يحوش الجلد يكون مؤلم. بهالفترة هذه في ناس يصير عندهم حرارة حتى، يعني يكون لهالدرجة شديد ويحسون بآلام ويحسون أن هم مرضى. فبهالفترة طبعا ممكن إذا كانت حيل شديد يعني شديدة ساعات نلجأ حق الكورتيزون، لكن أنا أول شيء أنصح أنه نستخدم cold compresses، يعني فوطة باردة، ألوفيرا جيل، أشياء مهدئة حق البشرة. وطبعا يعني نتجنب الشمس بتاتا بتاتا، لأن تكون ترى طبقة الجلد العالية يعني في عند يعني عقب ال 24 ساعة ممكن تنشال لما الفقاعات الماء يعني تنفتح، فإحنا ما نبي المكان يلتهب. فحتى ممكن أستخدم كريمات حروق اللي هي المبو كريم، ما عندي أي مشكلة معها، لكن أقول يأخذون حذر بهالفترة حيل، لأن ما نبي مكان الحرق يلتهب. نعم. وإذا شفنا أي علامات أن في التهاب طبعا نستخدم كريمات موضعية ضد التهاب. دكتورة زينب، الحوار معها جدا شيق وجدا جميل، وظهر أنا ضيوف اليوم لازم أشوفكم مرة ثانية، عندي أسئلة كثيرة والوقت داهمني. أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يا رب ترجعينا وأنت في أمن وأمان، ترجعين حق بلدك الحبيبة الكويت. وكل الشكر لك دكتورة. مشكورة مشكورة، ما قصرتي، مشكورة على الاستضافة. كل الشكر لك. شكرا لك دكتورة، حياك مشكورة. الله يسلمك. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، وفعلا الخميس الونيس في ضيوفه، في متابعتكم، في النصايح القيمة اللي حرص فريق الإعداد أنه يقدمها لكم. أشوفكم إن شاء الله الخميس الجاي لا فاقدين ومفقودين، وأذكركم التزموا بالاشتراطات الاحترازية للحفاظ على سلامتكم. مع السلامة.